أهلا وسهلا سعيدا تلقاكم من خلالها مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من أسرتي على القناة الأولى. مواضيع كثيرة في انتظاركم، يشرفني أن تكون حاضرة معنا في بلاطو أسرتي اليوم الممثلة السيناريست والأستاذة نورة سقلي. مرحبا بك نورة. أهلا زينة، سعيدة. أنا سعيدة بتواجدي معكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. وسعيدة أيضا يكون بيناتنا البروفيسور عبد الجليل حداد، أخصائي في جراحة المسالك البولية والتناسلية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة. مرحبا بك بروفيسور. مرحبا، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، مشرفنا بحضورك. من بين مواضيعنا مشاهدينا الكرام غادي نخصوا فقرة صحتي راس مالي اليوم باش نتكلموا على سرطان البروستات. أما تكنولوجيا فرصة من خلالها نتعرفوا على تطبيق للتبليغ عن العنف الرقمي، وذكر لهذا الأسبوع نخصوه للتغليف الحائطي بالخشب. تفعلوا معنا عبر صفحات الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تظهر لكم أسفل الشاشة. خليوا بذات حلقتنا اليوم تكون فقرة نجوم أسرتي، نشاهدوا لقطات من أهم أعمال الممثلة نورة سقلي. وراجعي للحديث. ألو بابا، لاباس عليك؟ كي صبحتي؟ ما تنساش اليوم راك تتغدى معانا ياك. لاباس بابا، نجي نشوفك. أجعلك نمشي نديرو الشوكينغ. فخبرك انتي واخا مريضة ودايرة الشيميو تقدري تجري كثر من هذيك، هند كتجيني بحال اللي كتجري مارشارية. ياك الممسو، أنا مبغيتش نديكم هادشي، غاش شرحت لكم كلشي ياك مزيان. يلا مشيو البيت الآخر لعبو، خليو العزيزة عيانة ترزعدا. بركة متبرويل بزاف وقل لي كي جيتك أختي تشو. فحال البارح. علاش البارح كيفاش كنت؟ فحال قول البارح. البارح عقل عليها مزيان، كنت مزيونة ياك أختي. ها؟ وقولها. ها مبغاتش تخرج لك. أنا كيعجبني نكون بحال هيدا، طبيعية ومزيونة. نورة سقلي 27 سنة في التمثيل، كي دازت؟ بحالك فرمشة عين دازت. ما كنحسش بالوقت ما بين العمل وبين المشاغل الاسريه، يعني الوقت كيدوز تحت من رجلينا بحال هذاك الطبي ديال لا يغوبو. ما كنحسوش ب 27 سنه في التمثيل. بالنسبه لك عشتيها، شنو ميزها؟ ميزها هو التاني، يعني غادا كريشيندو ولكن كما كنقولوا دوسمون اي سيغمون، خطوات ثابتة. ما كنتش متسرعة أنني نكون نجمة بقدر ما كنت متشوقة أنني ندير مسار فني مشرف، واللي دابا ملي كندير واحد جرد لشنو درت، ما راضية على المسار ديالي إلى حد ما. ماشي سهل أن الإنسان خصوصا في مجال التمثيل يقول أنا ما كنتش كنقلب باش نولي نجمة بسرعة، ولكن صنع مشوار فني مشرف. فهذا المشوار كانت أعمال فرحتي درتيها، وأكيد المشوار كان فيه أخطاء أيضا. أخطاء ما غنسميوهاش أخطاء، ولكن كانت كان خصني نبدا يلفالي كومونسي باغ كيلكو شوز. كان في الأول كيتعرضوا عليا مسلسلات، وخا الأدوار ما كتكونش كتلبي هذيك الرغبه ديالي كممثله باش نبرز فيها الموهبه ديالي، ولكن كنقول خصني نبان، خصني ندير يدي، خصني ندير رجلي حتى انا باش يعرفوا هذا الاسم كاين، باش تتاح لي انني ندير داك الشيء اللي كنحلم به. يعني ما نقولش ما راضياش عليها، ولكن هي اعمال ديال البدايه. ديال البدايه. اعمال صنعات او لساهمت في ان نورة سقلي تكون نجمه. واليوم انت نجمه بكل المقاييس في مجال التمثيل في المغرب، واسم تعرفه الكبير والصغير. اكثر الاعمال اللي كتقولي كيرجع لها الفضل انني اليوم هذا النجمه اللي كيعرفوها المغاربه. هي يمكن النهار اللي نط وشمرت على يدي ونط كتبت السيناريو، يعني بحال فصلت لراسي الدور اللي غادي يبرزني اكثر، وكانت فرصه انهم برزوا معايا واحد العديد الاسماء. هي بنات لالا منانا، يعني ملي كتبت السيناريو حطيت راسي في المكان الذي كنشوف فيه راسي، تخيلتي راسي يعني لو فغي بلان اللي غادي يهزني والناس غيردوا لي البال وغنبان للمشاهد بالطريقه اللي انا. كان هو مسلسل بنات لالا منانا، حيت كانت لاتريبيسيون ديالي ولا المساهمه ديالي ما كانتش كتنحصر في التمثيل، ولكن كانت في كتابه السيناريو. يعني كنا الا بغينا نقولوا لي بورتوز دو بروجي، حنا اللي هازين البروجي كامل بالتفاصيل والجزئيات ديالو كاملين. كتقولي زعمنا
في هذاك المشروع كان طلب جرأة أنه غنديروا هذه الخطوة. زعما بدأت في المسرح يعني، هو مشروع في الأول كان من 2005 إحنا كان حلم صغير ذو واحد المجموعة ديال الخريجة ديال المعهد أننا نديروا مسرح اللي كان حلموا به. هذيك المسرحية لقات إشعاع بحيث استعدتنا القناة الثانية وقالت لنا هذا مشروع قابل التطوير ديالو كسيناريو مسلسل، وقلنا علاش لا. وكانت من تم البداية ديالو. تجربتك في السيناريو اليوم أنت راضية عليها مستمتعة بها؟ النتائج اللي وصلتي لها عجبك؟ الحمد لله. زعما كنحلموا بزاف ديال الحوايج، كنطمعوا اننا نهضروا على بزاف ديال المواضيع، ولكن في اطار المتاح، لا من الامكانيات ديال الانتاج ولا من الامكانيات ديال البوح والافصاح. علاش نقدروا نهضروا وكيفاش نقدروا نهضروا على اي موضوع، يعني في حدود هذا الشيء كامل كنحاولوا اننا نديروا مسار اللي ما نكونوش فيه فريستري ولا نحسوا بهذيك الغصه ديال علاش ما قدرناش نهضروا على هذا الموضوع. ولا كل شيء كيجي بكيفاش اننا نوازيوا الواقع اللي كنعيشوا فيه والتطلعات الجمهور ديالنا مع الاسلوب ديالنا باش نوصل لواحد ليكيليبر، وما يكونش هذاك الشوك ان الواحد ملي يشوف في التلفازه يتطرق لهذا الموضوع ولا او ذاك او يشوف هذه الشخصيه او تلك ويكون الصدمه ويكون لو روجي ديال الرفض. ما بغيناش الرفض المشروع، بغينا الناس يتقبلوه وفي نفس الوقت كتمرر رسائل بطريقه غير ما تكونش خادشه ولا ما تكونش صادمه. كنا كنعيشوا هذا الاسبوع الحمله الوطنيه التحسيسيه لمناهضه العنف ضد النساء. في نظرك وبحكم الخبره ديالك، هل نجحنا سواء في التلفزيون او في السينما او في كثير من الاعمال اننا اليوم نتكلموا على هذا الظاهره بالطريقه اللازمه واللي تقدر تساعد في معالجه المشكل؟ على حسب التراكم ديال المشاهده اللي عندي انا كمتفرجه، ما كنظنش اننا تطرقنا لهذا الموضوع بالطريقه اللي خصها. شنو مازال يعني خصنا؟ كنظن في هذا الموضوع هذا بالذات خص الصدمه، خص اننا نتطرقوا له اننا نشوكيو البيبليك، لان بلو شوك غادي نوصلوا للنتائج، لانه هو موضوع ما فيش احراج، خصنا نتريتيوه دون مانيير فرونتال كيما كنقولوا باش نوصلوا للنتائج، وما نحشموش اننا نهضروا عليه بصراحه. ويمكن في واحد الوقت كانت المراه كتاكل العصا وكتحشم وكتسمع من الوسط ديالها كل مصبريه بنتي الصباره كتعمر دارها داكوغ. ودابا النساء ولاو كيقولوا واك عباد الله ستوب، خاص الوضع يتبدل. حتى في الفن خاص تكون هذه الموازنه. دابا المشكل ماشي هو هذا، يعني النافذه اللي كتطلع على الناس ولا المتابعين ولا المشاهدين ولا الجمهور الا بغينا نسميوهم هكا، ما بقاتش غير التلفزيون، ولات مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي عنيفة ولات يعني بحال هاد المواقع التواصل الاجتماعي ولا هاد لي بلاتفورم اللي كل واحد كيشعل عليه كاميرا وكيهضر. انا بالنسبه لي كتجيني بحال شي كلاشنيكوف في اليد شي مسطي، فهمتي؟ شي واحد عنده سلاح وقدر يتيري في اي واحد، يعني ما كيحسش بالمسؤوليه ديال شنو كيقول، شنو هو الرساله اللي كيوصل. يعني ولات ابواب متعدده وكيتبعوها الصغير والكبير، اللي واعي واللي ما واعيش بالخطوره ديال الرسائل، وربما تروج للعنف بطريقه راه عادي وجزء من الحياه، واللي متابع متقبل. اكزاكتومون. الا بغينا نقولوا العنف راه كيعيشوا الانسان في الوسط ديالو، سواء الاسري ولا في الحومه ولا في المدرسه بارفوا ولا هذا، يعني ولا متعود عليه ما كيديرونش، وكتزيد هاد الوسائل ديال التواصل كتكرس هاد ليماج، اذا كيولي هو طبيعي. يعني انا كيجيني العنف، كنقولوا العنف ضد المراه هو عنف ضد الرجل والمراه. الا كان هذاك الوليد من صغره هو متربي على العنف، كيشوفوا كسلوك عادي في الوسط ديالو، كيشوف عمو كيضرب مراته ولا باه كيضرب امه، يعني كيتربى في هذا الشيء كيجي عادي. يعني انا كيجيني عنف تربوي من بعد كنجنيو الثمار ديالو فيما بعد. وللاسف الثمار ما تتكونش جيده. نورا سقلي الام، كي دايره علاقتك مع الوليدات؟ مزيانه الحمد لله، كنحاول ما امكن انني نسالخ من الدور ديالي كأم ونكون قريبه من بناتي. الوقت بغات نكون قراب من ولادنا. لاننا انا في
هاد الهضره اللي هضرت اننا حنا يا ضحايا التربيه. يعني انا تعرضت للعنف كنت صغيره في مدرسه، يعني كان عادي ان الاستاذ يشبر العود ويبقى يضربك وداك الشيء. العقاب ما كانش نقص لك نقطه ولا نبك ولا عاود هاد الجمله 1000 مره ولا شي حاجه. كنا كناكلوا العصا. وفي الحي ديالنا فين تربيت كنشوف الناس كيدابزوا بالعنف الجسدي. يعني ملي درت وليداتي بديت كنحضي مع راسي دابا يخرج لي داك الشيء في التعامل معهم. يعني داير الرقابة على نفسي باش نعاود النظر في السلوكيات ديالي باش ما ندوش العنف في وسط الأسرة ديالي. مثلا أن بنتي كانت في واحد الكوليج وسولتها غير هكا من باب غير كان معلومه انك تعرف شنو كاين. قلت لها واش كاين شي استاذ كيضرب؟ قالت لي اه كاينه واحد الاستاذه كتضرب. قلت لها واش عمرها قاصدك؟ قالت لي لا كتضرب تلاميذ وحدين اخرين. مشيت تبدلتها، قلت مادام بنتي غتولي مولفه انها تشوف العنف غيجيها عادي. فهمت بان هذاك السلوك ماشي عادي ومرفوض، ان الاستاذ اللي غيدوز يضرب التلميذ تبعي عاجز انه يوصل الرساله ديالو بطريقه اخرى. اذا غنبدل بنتي باش نعتق اموان بنتي، كل واحد خصو يتصرف بنفس الطريقه بالنسبه للابناء ديالو. فريق العمل والصديقات رفيقات الدرب كيف ما تنقولوا هما جزء من نقطه قوه مشوار كل واحده فيكم. هذيك الجماعه ديالكم ساهمت في نجاح كل واحده فيكم بوحدها. سي سيغ ان ما كنتخايلش اننا هذا النجاح اللي كتقولها زينب كنا نوصلوا له وكانت كل وحده بوحدها. يعني في الاتحاد ديالنا وهذاك الجماعه اللي درنا ودرنا كما نقولوا بحال مختبر ولا لابوغاتوار دو ريشيرش ديال ريفليكسيون، كيفاش نصيغوا المواضيع، كيفاش نلقاو اسلوب ديالنا الفني. وهذا كان الا ما كانتش الجماعه ما كانش غادي نخرجوا بهذيك القوه هذه. والجميل هو ان الافكار تتغير. كاين اليوم كثير من الناس مؤمنه باللي القوه بالاتحاد، ولان كاينه شي حاجات عندك ما يكونوش عندي ولا ضمننا غادي نقدروا نعطيو حاجه زوينه. وباللي النجاح ممكن يجي لنا وحنا مجموعين مع بعضياتنا. نتكلموا على المستقبل في التمثيل وفي السيناريو، كيفاش كتشوفيها نورس قلي بالنسبه ليك انت؟ المستقبل فين؟ في السنوات المقبله في اعمالك، في ادوار تبغي تعيشيها، في قصص تبغي تكتبيهم، سيناريو تعطيهم للمشاهد. كتقولي هذا حلم 27 عام في التمثيل، ولكن حلمي هذا الشخصيه. واش كتحلمي دائما بنفس الطريقه اللي كنتي كتحلمي بها في بدايه المشوار ديالك؟ طبعا حنا غاديين وحنا بحكم الطبيعه الانسانيه فيها الطمع كنطمعوا كثر. انا الحلم اللي عندي الكبير هو اننا نصبر التاريخ ديال المغرب ونهضروه نهضروا عليه ونجسدوه بلا فيكسيون، ونخرج نوليو نحكيو التاريخ ديال المغرب اللي هو تاريخ غني جدا، ولكن تعطى له الامكانيات بان ما يمكنش نتفلاو على ريوسنا ونديروا انتاج هزيل ونبداو نتقشفوا فاننا نبرزوا هاد العظمه ديال التاريخ المغربي. الا كان شي حاجه زعما كنحلم بها هي اننا نشوفوا اعمال تاريخيه مغربيه في لا فيكسيون. شكرا لك نورس قلي لانك شرفتينا بالحضور ديالك، وانا كنتمنى لك نجاحات كثيره ودائما منوره. شكرا لك زينب، وسنتي مزيد من التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نتكلموا على موضوع اخر، سرطان البروستات واللي غنخصوا فقره صحتي راس مالي للحديث عليه. تعتبر من اكثر السرطانات اللي تصيب الرجال، وثاني سرطان يقتل الرجال حول العالم. كثير من الاسئله جاوبنا عليها بروفيسور عبد الجليل حداثة الاخصائي في جراحه المسالك البوليه والتناسليه بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة. خليكم معنا. صاحبنا في بلاطو أسرتي السيدة شيماء وهب، مساعدة اجتماعية بجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وحديثنا معها غادي يكون على تطبيق الجمعية للتبليغ عن العنف الرقمي. مرحبا بك. لا ربي يخليك، شكرا بزاف السيدة. مرحبا بروفيسور. خلينا قبل نتكلموا على سرطان البروستات، البروستات وظيفتها شنو هي؟ بالنسبة للبروستات هي واحد الغدة تناسلية كتكون عند الرجال جات تحت من المتانة البولية. وعبر هاد الغدة كيدوز واحد لوكانال اللي هو كيمكننا باش كنخرجوا الولا على برا. هاد الغدة هي غدة تناسلية كتفرز واحد الإفرازات اللي كتكون في السائل المنوي. هاد الإفرازات ضرورية بالنسبة للحيوانات المنوية باش على قبل المسألة ديال الخصوبة. وكيدوز عبرها أيضا واحد القنوات أخرين هي قنوات تناسلية
لو كانال ديفيرون على قبل الحيوانات كيسهلوا مرور ديال الحيوانات المنويه. فاش كنقولوا سرطان البروستات هل هناك تعريف علمي نقدروا نعطيه؟ الوغ سرطان البروستات هو واحد الورم خبيث كينتج على التكاثر والتحول العشوائي ديال الخلايا ديال الغدة ديال البروستات. هاد الخلايا كتحول طريقة عشوائية وكتبدأ تتكاثر. كتكاثر في الأول ونيفو في الغدة ديال البروستات، ومع مرور الوقت كتبدأ تنتشر حتى في الغدة اللمفاوية وحتى في أماكن أخرى في الجسم ديال الإنسان. أغلبية ديال الأنواع ديال الورم السرطاني هو أدينوكارسينوم ديال البروستات، هو النوع أكثر شيوعا. أكثر شيوعا بالنسبة لهذا النوع من الأورام. كاين سن معين الرجال أكثر عرضة فيه للإصابة بهذا السرطان؟ أكيد دونك ابتداء من سن 50 سنة هو فهاد السن هذا كيبدأ التعرض ديال هاد الورم كيكون كثير بزاف. قبل من هاد السن يعني نادر جدا اكسبسيونيلمون فاش كيكون عندنا سرطان ديال البروستات عند الرجل. لذلك حنا كنوجهوا الناس انهم يديروا الفحص المبكر ابتداء من سن ديال 50 سنه ماشي قبل. صوف بعض الحالات اللي كيكون فيها مثلا عائله ديالو عنده فيها كان عنده شي عامل الوراثه كان فايت عنده ورم ديال البروستات، هاد الناس هادو كنبداو ليهم من 45 سنه. من 45 سنه تبدا التشخيص المبكر لسرطان البروستات. تمام. هي خلايا كتبدا تكاثر بطريقه عشوائيه قلتي وهي اللي كتعطينا سرطان البروستات. كاين اسباب محدده او عوامل الاصابه بهذا السرطان؟ هي ما كاينش اسباب، ممكن عوامل مسببه. كاين واحد العوامل اللي كتساهم، هي كاين واحد جوج الانواع ديال العوامل. العوامل اللي هي بصفه عامه عند جميع السرطانات، وكاين العوامل اللي خاصه بسرطان ديال البروستات. بالنسبه للعوامل اللي هي معروفه كاع عند السرطانات، هي كاين التغذيه. اذا كانت التغذيه فيها دهون بزاف او اللحوم الحمراء بصفه كثيره او الالبان بصفه كثيره، كاين قله ممارسه الرياضه، كاين السمنه، كاين التدخين. هادو كاع عوامل كيكونوا حاضرين في اغلب ديال السرطانات عند الانسان. وعاد باش كاين العوامل اللي كيكونوا خاصه بسرطان البروستات. هاد العوامل كما تفضلنا وقلنا قبيله وعامل الوراثه كما قلتي. الناس اللي كيكون عنده اب او الاخ او العم ديالو فيت فيه سرطان البروستات كيكون عنده خطر اكبر بزاف من الانسان اللي ما عندوش في العائله ديالو سرطان. كاين عاوتاني حتى لاغاس اثنيك، يعني كاين الناس اللي عندهم البشره السمراء هما عرضه اكثر لسبب سرطان البروستات بارابور الناس اللي عندهم لون البشره. داكشي علاش كنلاحظوا ان الكونسير او السرطان ديال البروستات هو كثير في قاره ديال افريقيا، وعند الناس ذوي البشره السمراء في الولايات المتحده اكثر ما كنشوفوه مثلا في دول اسيا او لا اوروبا. فيه مراحل او انواع؟ أكيد مثل جميع السرطانات كيكونوا أنواع وكيكونوا مراحل. بالنسبة للأنواع قلنا بلا هو أدينوكارسينوم هو الأكثر شيوعا، تقريبا 98% ديال السرطانات ديال البروستات هما أدينوكارسينوم. وبالنسبة للمراحل كيكون على حسب النوع. أغلبية الوقت هو سرطان البروستات يعني التطور ديالو كيكون بطيء في أغلبية الحالات. كيبدأ بواحد الورم صغير في الجزء الخارجي ديال البروستات، وهذاك الورم في حالة عدم العلاج كيبدا يكبر هذوك الخلايا كيكبروا بشكل كبير. ومن بعد هذوك ملي كيولي كياخذ الحجم كبير كيولي كياثر على الاعضاء اللي بجنبه، منها المتانه البوليه، من هذوك القنوات اللي كيجيو من كرو، منها حتى لو ريكتوم يعني المصران الكبير. من بعد هذه المرحله ملي كيزيد يتطور المرض كيقدر هاد الخلايا السرطانيه كيدوزوا للغدد اللمفاويه وبلايص اخرين. دونك فاش كيبداو يوصلوا لهذه المرحله الاول ولا اكثر المناطق في جسم الانسان اللي كتصاب به هو العظام. دونك يبدا كيعطيك ومكونوا ميتاستاس اوسوز، يعني كينتشر في العظام، كيقدر ينتشر في الرئتين، كيقدر ينتشر في الكبد. دونك داكشي علاش دائما كنحثوا الناس على الكشف المبكر باش يكون العلاج اسهل. هل هو في البدايه ديال هذا النوع من السرطانات كتكون بدايه صامته؟ اكيد. شكرا بزاف على هذه الملاحظه لانني كنت غادي ننساها. هو مرض
اللي هو صامت. علاش؟ لانه في الاول كيف ما قلت لكم كيبدا في المناطق الخارجيه ديال البروستات، وهذيك المنطقه كتكون ما كاينش حتى شي حاجه اللي كتعطينا ديسين. دونك هو مرض صامت في الاول ديالو، ما كيعطيش اعراض، كيبقى الا ما انتبهناش وما رديناش البال انه كاين، كيدوز المراحل اللي هي اكثر صعوبه في العلاج. في الاول ما كيديرش بريسك، ما كيديرش اعراض حتى كيكون في واحد لو ستاد اللي هو متقدم، عاد كيبدا كيعطي اعراض. دونك الانسان فاش كيجي عندنا المريض بالاعراض ديالو كنعرفوا انه في واحد مرحلة متقدمة. الاعراض اللي كتقدر تكون هي غالبا اعراض ديال مشاكل في التبول، بحال تقريبا قريب من الاعراض ديال الانتفاخ ديال البروستات اللي هو حميد. كيبدا الانسان كيحس بعصوره في التبول، كيقدر يبدا يكون اللون ديال البول فيه الدم، اولا اللون ديال المني ديالو فيه الدم. كيقدر بعد خطرات كيكون انحسار كاع في التبول، كيبقاش يقدر كاع يبول. كيقدر يكون فشل كلوي بعد الخطرات، والا كانوا ديجا منتشر في اماكن اخرى في الجسم كيف مثلا في العظام، كيبدا يعطي الام في العظام، اولا كاريمون فراكشور باثولوجيك، يعني كسر في العظم، لان عظم هذاك الميتاستاز ولا ضعيف، وكيوحدت بعد خطرات كسور، وهي باش كنكتشفوا المرض. عاد ديك الساعه كنشوفوا كنلقاو راه لوريجين راه هو بزاف هو سرطان البروستات. تكلمتي بلي هو مرض صامت وما كينتشر بواحد السرعه كبيره، هل يمكن الحديث على فتره معينه باش كيزيد يمر من مرحله لمرحله؟ يعني واحد شخص يلا بدا عنده شحال يقدر ياخذ ديال الوقت؟ واش كاين اثباتات علميه؟ ما كاينش. كيختلف من شخص لاخر وكيختلف حتى من النوع ديال السرطان، حيت فيه درجات وحتى من النوعيه ديالو. دونك صعيب باش تقول راه هذا السرطان غيبقى كل شهور او ست شهور او لا، صعيب بزاف. دونك حنا دائما بالنسبه لنا كاطباء خاصنا نعالجو في اقرب وقت، او على الاقل يبقى المريض تحت المراقبه باش حتى الا تطور المرض تتفاعلوا معاه بطريقه اللي يوصل واحد المستوى اللي صعيب باش تكونترولي. بروفيسور كيفاش كتشخصوا سرطان البروستات؟ الوغ بالنسبه للتشخيص ديال السرطان كاين بعدا بالنسبه للفحص المبكر كنستعملوا واحد جوج المسائل اللي هما ديسپونيبل وساهلين وما كيكلفوش تقريبا بزاف. كاين لو توشي ريكتال اللي هو التقليبه من الضبور ديال المريض. والمساله الثانيه كنطلبوا واحد التحليله اللي هي بي اس ا اونتيجين سبيسيفيك دو لا بروستات، هي خاصه بالبروستات. الا لقينا في التوشي ريكتال كاين شي انومالي، يعني بروستات قاصحه ولا فيها شي حبيبه كيحسها الطبيب، اولا لقينا البي اس ا طالعه كندوزوا واحد المرحله اخرى اللي هي الديغام ومن بعد لا بيوبسي. وتما كتعرفوا اشمن مرحله وصل فيها سرطان البروستات. هذيك الساعه كنحددوا بالضبط المرحله ديالو وشنو نقدر نديروا في العلاج ديالو. قلتي يا بروفيسور بلي سرطان البروستات ممكن يبدا في منطقه البروستات، ولما شخصناش مبكر غادي ينتشر ويقص اعضاء اخرى من الجسم وتسبب لنا بالكثير من الامراض. خلينا نذكروا المشاهدين باي درجه ممكن ياثر سرطان البروستات على صحه وحياه المريض. اكيد هو مثل جميع السرطانات، سرطان البروستات كيقدر يتوش اي كيف ما قلتي اي بلاصه في الجسم ديال الانسان، يعني ما كيبقاش يعيش حياته طبيعيه. لا ما كيبقاش يعيش حياته طبيعيه، كيولي عنده الالم كثير في العظام ديالو، كيقدر ياثر ليه على اذا كانت ميتاستاز مثلا انتشر ليه في الدماغ ديالو، كيولي كيعطيه علامات، يقدر ديزانومالي يعني نورولوجيك ما كيقدرش يتحكم في الذات ديالو، يقدر يقيس ليه الكبده وبالتالي كياثر على الوظيفه ديال الكبد ديالو، كيقدر يقيس ليه الرئتين وكيأثر على الوظيفه، يقدر بالحجم ديالو الا كان داز الغدد اللمفاويه، ان فوا هذوك الغدد كياخذوا حجم كبير كيبداو يضغطوا على العروق ديال الدم، كيولي انتفاخ في الرجلين، كيولي بزاف ديال المشاكل، كيكون عاوتاني مشكل ديال الوزن. كيضعف بزاف الشخص المصاب بسرطان البروستات. نعم. كيفقد الوزن ديالو لان مع هاد الامراض كلها ما غيبقاش ياكل. في المراحل الاخيره ديال المرض كيبدا كيفقد الوزن ديالو، كيولي عنده فقر في الدم لانه كيفقد حتى الدم، كيولي مشاكل في التبول اللي هي كبيره، كيولي فشل كلوي، كيوصل واحد الحياه اللي صعبه جدا اللي نقدروا نجنبوها يعني بواحد مسائل بسيطه، تشخيص مبكر، تحليله وتقليبه عند الطبيب ديالك وكتكون الامور مزيان. بروفيسور خلينا نوضحوا اكثر للمشاهدين الكرام نقطة ولا الفرق ما بين تضخم البروستات وسرطان البروستات. مزيان اللي ايفوكيتي هذه النقطة هذه لأنها مهمة. علاش؟ باسكو بزاف الناس عندهم واحد الخلط
بين تضخم الحميد وبين سرطان البروستات. شنو هو التضخم ديال البروستات؟ هو دوك لي سيلول اولا الخلايا ديال الغده ديال البروستات كيتكاثروا ولكن ما كيتحولوش خلايا سرطانيه عشوائيه، غير هو التكاثر ديالهم كيكون انديزيكيليب، عدم توازن بين التكاثر وبين الموت ديال الخلايا القدم. دونك كيكون انتفاخ ولكن جامي يعني ما كيكونش خروج ديال الخلايا الخارج ديال البروستات، كيبقى دائما في البروستات ماشي سرطان غير انتفاخ. شتو المشكل ديالو؟ هو كيكون في المنطقه المركزيه ديال غده البروستات وكيولي كيضغط على قناه ديال البول. دونك هي علاش كيكون دغيا كيبدا المريض كيبدا كيحس باعراض ديال مشاكل في التبول. وماشي اي مشاكل في التبول راه هي سرطان البروستات. ماشي اي تماما، ماشي اي مشاكل، ولكن كيكون عندنا حالات كثيره كيكون بجوجهم، كيكون كيجي مثلا المريض بالاعراض ديال انتفاخ الحميد وكنلقاو عنده ملي كنديروا الديبيستاج كنلقاو عنده ورم اللي خبيث او سرطان، يعني لاسوسياسيون ديالهم بجوج كاينه كثير ولكن كل واحد بوحدو. اغلبيه الرجال تقريبا من بعد 50 سنه 50% ديال الرجال كيكون عندهم مشكل ديال انتفاخ الحميد ديال البروستات. ماشي السرطان. دونك فاش كيكون الاعراض الانسان ما يتخلعش بزاف، ما يقولش لا راه سرطان، راه كيقدر يكون غالب الاحيان انتفاخ حميد، ولكن خاصنا نردوا البال اللي يكون سرطان حتى هو حاضر. ما غادي نخسروا والو الا درنا واحد لو دوزاج ديال واحد التحليله باش نعرفوا واش سرطان ولا غير انتفاخ الحميد اللي عندنا. ومن هذا الحالة أنك تعيش ما عارف راسك واش عندك مشكلة قدر الله ديال السرطان أو الانتفاخ الحميد، حالة نفسية صعبة، أش غتخسري إلا مشيتي درتي واحد التحليلة وطمأنيتي على نفسك؟ الحمد لله ما كان والو ما كان والو، وحتى لو كانت شي حاجة غادي تقدر أن المختصين يدخلوا في الوقت المناسب، تخضع للعلاجات المناسبة وربما تفادى مشاكل صحية أو لا تفادى لا قدر الله تكون من الحالات اللي كتوفى بسبب سرطان البروستات. العلاجات اليوم المتوفرة لهذا المرض؟ الوغ حنا من قبل حنا كنهضروا غير على المسائل السلبيه في السرطان، خلينا نعطيو شويه الامل. كاين جوج مسائل اللي هما ايجابيه في السرطان. نيت كنت قلتها قبيله ان السرطان ليفوليسيون ديالو التطور ديالو يعني بطيء في اغلب الاحيان. الحاجه الايجابيه الثانيه هو كاين بزاف ديال الدراسات وديال التطور في العلم، سواء في التشخيص او لا في العلاج بالنسبه لسرطان البروستات، بويسكو هو الاكثر شيوعا عند الرجال بين 50 سنه. دونك داروا دراسات كثيره فيه، دونك مكناتنا اننا نتوفروا على بزاف ديال طرق العلاج. الوغ العلاج كيكون على حسب المرحله ديال المرض، كاين بزاف ديال المسائل هي اللي كنتبازاو عليها، وكتكون لا ديسيزيون يعني القرار ما كيكونش غير الشيروجي يورولوج بوحدو، مي اغلبيه الاحيان كنكون واحد الاجتماع كيكونوا فيه الاطباء ديال الاشعه، كيكون فيه اطباء ديال الاورام، وكيكونوا فيه لازم باش كناخذوا القرار. دونك في هذاك الغيونو اذا كان الورم باقي في البدايه ديالو، دونك هنا كنقدروا اننا المريض نعالجه بصفه نهائيه من المرض. سواء كنديروا الجراحه، دابا هي جراحه اللي هي دقيقه كتحتاج ان الانسان ان الشيروجي يكون متمرس فيها. كاين دابا ولات شيروجي بالمنظار سيريوسكوبي، كاينه ميم دابا في الدول الاوروبيه، ومستقبلا غادي تكون ان شاء الله في المغرب دي شيروجي روبوتيك بالروبو، كتعطي نتائج مزيانه افيك مضاعفات اللي هي قليله. الطريقه الثانيه ديال العلاج توجور حنا ديما كنهضروا على المرحله الاولى، كاين الاشعه حتى هي عندها بزاف ديال الطرق، ولاو دابا طرق حديثه اللي كتكون بحال مثلا لا راديوثيرابي ستيريوتاكسيك اللي هي كتنقص من هذوك المضاعفات اللي كان في الراديوثيرابي العاديه، اللي هي داك حريق البول كثير، لان يعني المجال ديال الاشعه كيكون كبير. دونك هو تطور في هذا باش يكون عنده اخف الضرر نقدر نقولوا او تاثير المضاعفات، وفي نفس الوقت كيكون المريض كيكون تعالج بصفه نهائيه من المرض. فهذه المرحله الاولى بروفيسور، نعم، العلاج حتى ياخذ الوقت تقريبا. الوغ بالنسبه للجراحه راه كيدير الجراحه كيقدر يبقى يومين ثلاث ايام ناعس في المستشفى، ومن بعد كيخرج. بالنسبه للاشعه على حسب نوع الاشعه، كاين الاشعه اللي كيكون مثلا حصه كيبقى يجي كل يوم كيدير حصه ديال الاشعه المده ديال مثلا تقدر شهر ونص، وكاين الاشعه الاخرين اللي هي ستيريوتاكسيك اللي كتقدر تاخذ غير 10 ايام
كيقدر يكمل حصص ديالو كاملين، ولكن في الاشعه كيكون واحد الدواء حتى هو مرافق مرافق اللي هو كنسميوه الهرمونوثيرابي او العلاج بالهرمونات. هذاك العلاج بالهرمونات حتى هو لا ديوغي ديالو كتبقى من 6 شهور حتى 3 سنين على حساب الحاله ديال المريض. في حالات متقدمه كاينه علاجات الوغ في حالات متقدمه واش كتنقص فعاليه العلاج؟ هادشي علاش قلت لكم انه ليفوليسيون ديالو هنا لافونتاج ديال يعني السرطان ديال البروستات بارابور للسرطانات الاخرين. السرطانات الاخرين راه كاين اللي ان فوا كيوصل لي ميتاستاز يعني كينتشر في الذات يعني ما كيفوتش 6 شهور من بعد، الوغ كو سرطان بروستات لا الحمد لله كاين دابا العلاج اللي هو كيبطئ من ليفولوسيون اولا كيوقفها اللي هو العلاج بالهرمونات. كنبداو بواحد الهرمونات دي زانجيكسيون برواد كيعمل لهم المريض مره في كل 3 شهور واخا، وكنبقاو نراقبوا ليه بي اس ا كيبقى تقدر يبقى عام يقدر يبقى عامين بلا مشكل. ان فوا كتبدا تطلع عاوتاني البي اس ا كاين عاوتاني علاجات جداد اللي خرجوا كيتسموا الهرمونات نوفيل جينيراسيون يعني حديثه الجيل الجديد، حتى هما كنقدروا نستعملوهم. كيبقى يستعملوا المريض كيعاود يبقى عاوتاني واحد مده بدون اي مشاكل، كيكون المرضي كتكون مستقره. الى عاود عاوتاني بي اس ا عاوتاني طلعت عاد كندوزوا نقدروا ندوزوا يعني المراقبه والعلاجات على حسب المرحله اللي فيها هذا المرض. اما الى عالجنا في المرحله الاولى راه كنتهناو كنحيدوا الورم بصفه نهائيه وكيمشي وكيبقى ديك الساعه مراقبه مره يجي. ما كاينش الريسك انه يعاود يرجع؟ لو ريسك كاين مرتفع او مرتفع لا على حسب امتى تعملت له العمليه او امتى تعمل له العلاج وحسب النوع ديال 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 حيت ماشي كاع السرطانات بحال كتلقى فيهم لي غراد، كاين غراد 1 غراد 2 غراد على حسب الغراد على حسب البيسه الاولى شحال كانت. يعني كاين دي مسائل اللي كتكون ان مثلا هذا المريض راه يقدر يعاود يرجع له الورم اكثر عرضه انه يرجع هذا المريض. هذا اللي نقدر كنتكلموا على هذا الموضوع مرهق كيما جميع السرطانات. بروفيسور بحكم الخبره ديالكم الاشخاص عند اصابتهم منها بهذا السرطان كتنصحهم يديروا متابعه نفسيه؟ متابعه نفسيه كي ماشي عند كلشي مي عند البعض سورتو اللي كيكون مثلا الناس كبار في السن شي شويه حيت كاين عاوتاني مشاكل اخرى ديال العلاج ديال البروستات مثلا كيكون الضعف الجنسي خطرات كيكون مشاكل في التبول. هاد الناس كيقدر يكونوا يحتاجوا مساعده مرافقه نفسيه. وكاين ناس اخرين اللي كتشوف طبيب كيشوف على حسب الشخص على حسب النفسيه ديالو اذا كان كيبان ليه مزيان ومتقبل المرض ديالو هذا دونك ما كيحتاج. كيبان لك انسان عنده مشاكل ولا هذا كتحس به مكتئب شويه وهاد ماشي تقدر توجهه وتصيفطه عند طبيب نفساني. شكرا لك بروفيسور. الوقايه دائما خير من العلاج، وفي هاد الحاله ديال سرطان البروستات كيبقى التشخيص المبكر هو الوسيلة الوحيدة باش نتفادوا كثير من المشاكل. التشخيص المبكر نذكركم ابتداء من 50 سنة والأشخاص اللي عندهم العامل الوراثي حاضر ضروري يكون تشخيص مبكر من خلال أو ابتداء من سن 45 سنة. بروفيسور شكرا لك. الحملة الوطنية التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء من دابا شوية راجعين نتكلموا على تطبيق للتبليغ عن العنف الرقمي، ولكن قبل نتابع فقرة من يتشاف. مشاهدينا مرحبا بكم في وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم رولي ديال الدجاج اللي غادي نحتاجوا فيه مقادير اللي غادي تشوفوا معنا دابا. كاين الكفته ديال الدجاج خذوا من البطاقه اللي بغيتوا، شرائح ديال دات فيمي، فروماج غابي، لا شابلور، بيضه، اعشاب منسمه، بزار، ربيع معنوس، ثومه بودر، لحه، سكينجبير وزبيده بلديه. فواحد الاناء غادي ناخذوا الكفته ديالنا، غادي نزيدو عليها قياس، غادي نزيدو عليها قياس معلقه صغيره عامره ديال الثومه بودره، غناخدو معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الابزار، ومعلقة عامرة ديال الأعشاب المنسمة، وغادي ناخدو جوج معالق كبار ديال لاشابلوغ باش يتجمع لينا الخليط، وغادي نزيدو ربيع المعدنوس قياس معلقة كبيرة ديالو، وغادي نضيفو آخر حاجة اللي هي البيضة باش تجمع لينا الخليط.
غادي نحاولوا نمزجوا العناصر كامله باش تدخل لينا العطريه في الكفته. من بعد ما مزجنا الكفته ديالنا والمكونات كاملين، كناخذوا واحد لاطه ديال الفران اللي كيكون فرش فيها البابي كويسون، كندهنوها بالزيت العاديه او الزيت البلديه، وكنطلقوها سوغ السطح. من بعد كندهنوا ورق الزبده بالزيت باش هكا نقدروا نايطاليو فيها اولا نبسطوا فيها الخليط ديالنا ديال الكفته ديال الدجاج. غادي نحاولوا نبسطوا الخليط ديال شويه بشويه باش تجينا طبقه واحده تكون مقاده. من بعد ما بسطنا الكفته ديالنا على شكل مستطيل، غنحاولوا نزيدوا ليها شرائح ديال لا داند فيمي، ونحاولوا نغطيو الكفته كامله. وغادي نزيدوا عليها جبن مبشور بكميه قليله. دابا غادي نحاولوا نلويوه بطريقه اللي نجمعوا فيها الكفته وما يخرجش لينا الخليط. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما لويناه وجمعناه كامل في البابي كويسون. غادي ما نحاولوش نخليو فيه فراغات، ونزيروه مزيان في الجناب. وغادي نكونوا قبل وجدنا الفران على درجه 180 درجه المده ديال الطهي ديالو 55 دقيقه. من بعد ما خرجنا الرولي ديالنا من الفران، حاولنا نوجدوا ليه صفر ديال البيضه مع معلقه صغيره ديال البابريكا حمراء تحميره، نخلطوهم مزيان وندهلوا الرولي ديالنا ونعاودوا ندخلوه للفران لمده ديال 10 دقائق. غادي نحاولوا ندهنوا الرولي ديالنا كامل بهذا الخليط. غادي نحاولوا ندخلوا الفران ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. من بعد ما خرجنا الوصفه ديالنا من الفران، كان هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى الوصفه ديالي ما تكون عجبتكم، وبصحه والراحه. التحق بنا في اسرتي احمد حبيب المختص في الديكور. مرحبا بك احمد. شكرا. كيف الحال؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. راجعين من دابا شويه نتكلموا على تغليف الحائط بالخشب، ولكن قبل نسلطوا الضوء مشاهدينا الكرام على تطبيق اللي قامت باطلاقه جمعيه التحدي للمساواه والمواطنه. تنتكلموا على ستوب فيولونس نيميريك، تطبيق للتبليغ عن العنف الرقمي. خليكم معنا. كان عندي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، واحد النهار كنت كنتفرج في واحد الفيديو، فجاه طلع لي واحد الميساج، سلام بدا لي هذا السيد بالاداب كيصيفط لي ميساج شحال من مره ما كنجاوبوش. حتى واحد النهار تحول داك السلام للسب والشتم. من بعد بقيت كنقلب في الانترنت على شي حل باش نوقف به هذا السيد. من بعد تصادفت مع لابليكاسيون ديال جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، دفعت الشكاية ديالي عبر لابليكاسيون. من بعد اتصلوا بيا واستدعوني للمركز ديالهم واستمعوا ليا وعطيت لهم المعلومات ديالي والأقوال ديالي، وعطوني موعد مع المحامي. من بعد عطوني موعد مع الأخصائية النفسية اللي جيت عندها بواحد الحالة لا يرثى لها. من بعد تبعت معها بزاف ديال الحصص باش أنني تحسنت الحالة ديالي. كان خوي على هذاك الشيء كامل، تحسنت الحالة ديالي الحمد لله نفسيا، وليت دابا مزيانة بفضل جمعية التحدي المسلم. شيماء وهم، العنف الرقمي يعتبر من أنواع العنف اللي ظهرت مع تطورات العصر وتطورات مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم، العنف الرقمي هو واحد شكل من أشكال العنف الجديدة اللي ظهرت مؤخراً مع الرقمنة الحديثة اللي عرفناها بشكل متطور وشكل متسارع، واللي هذا العنف هذا كيتعرض داخل الفضاءات الرقمية الغير الأمينة. وبزاف ديال النساء كيتعرضوا لهذا العنف الرقمي اللي كيدمرهم اكثر من اشكال العنف التقليديه. مثلا المراه تعرضت للعنف الجسدي، ممكن ان المحيط، ممكن ان الاسره، ان كلها تلقى واحد التضامن وواحد التآزر وتلقى حل. فوالا وتلقى حل. ولكن ملي السيده كتعرض للعنف الرقمي كتلقى واحد النفور، واحد الرفض، واحد الرفض من المجتمع، واحد الرفض من الاسره. علاش؟ واش لان صعب ان تثبتوا ولا كيفاش؟ لان هاد العنف الرقمي كتكون ديما السيده هي الملامه. انت اللي حطيتي صورتك، انت اللي عطيتي صورتك، انت حشومه، عيب، عار انك تلوحي صورتك في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم انتم اطلقتوا ستوب فيولونس نيميريك، امتى بدا هذا التطبيق؟ دونك ستوب فيولونس نيميريك هذا واحد التطبيق كنا بديناه من خلال الفتره ديال الحجر الصحي. فتره الحجر الصحي كنا كنخدموا كامل بالانترنت اللي خدمنا بها بواحد الشكل متسارع. كنا كنستقبلوا الاف ديال الاتصالات بشكل يومي، كانت النيابه العامه مازال كتستقبل الشكايات. تما جاتنا الفكره كيفاش غنبداو نستقبلوا حنا الشكايات ديال الناس، ديال السيدات، خصوصا للعنف الرقمي. هذاك الشيء درنا واحد التطبيق سميتو ستوب فيولونس، ستوب فيولونس نيميريك، اللي من خلاله ممكن ان السيده دير الشكايه ديالها. ولا كاع ان مثلا السيده عندها صديقه ديالها تعرضت بغات تشكي لوديت الصديقه ديالها، كاين انا بوسيبيليتي انها دير شكايه باسم شخص اخر. باش انا باش كتدخلي لابليكاسيون كتلقاي جوج فروع، واش انت انا المعنيه بالامر او شخص اخر. شخص اخر المعني بالامر. واش غيستافد هاد السيده ملي تبلغ على سيده اخرى؟ تقدر تقول لها صاحبتها انا ما طلبتش منك، ما باغيش ندوي في هذا الموضوع. ومن خلال واحد الدراسه كان دارتها جمعيه التحدي لمساواه المواطنه في سنه 2020 تبين ان 83% من المغربيات اللي كتعرضوا لهذا العنف الرقمي، ولكن غير 34% اللي كيبلغوا. يعني هنا كاين مشكل ديال التبليغ. ان بزاف ديال النساء كتعرضوا لهذا العنف ولكن ما كيبلغوش. ديما كيخافوا من ديك الشوهه، من داك العام، ديما كيخافوا من المجتمع، من الاسره، من المحيط. وربما انها التلام ديال انت اللي حطيتي صورتك في مواقع التواصل الاجتماعي وما حطيتهاش، ما غيدوي مع حتى واحد. فوالا انا كنعرفوا حنا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي هو مجتمع ذكوري، يعني عنده واحد العقليه ذكوريه، يعني اوتوماتيكمون راكي انت السبب. يعني كيف ما بغات تكون هاد الصوره، ممكن ان هاد العنف يمارسوا عليك الزوج ديالك، يمارسوا عليك الطريق ديالك، يمارسوا عليك الخطيب ديالك، ممكن يمارسوا عليك شخص مجهول، ممكن يمارسوا عليك صديق حميم، ممكن يمارسوا عليك احد افراد العائله، ممكن يمارسوا عليك الجار. يعني كتبقاي انت في واحد المتاهه ديال هذا العنف الرقمي. واش اي كلمه تعتبر عنف رقمي ولا كاين اطار لتعريفه؟ دوك كيف ما قلت لك العنف الرقمي هو كيتمارس داخل الفضاءات الرقميه. كيتمارس، ولكن كاين اللي شنو يعني، واش سب، واش فوالا، واش فهمتيني شنو بغيت نقول؟ فهمتك. حيت كاين اللي كيدخل مواقع التواصل الاجتماعي تتبسل على البنات وعلى السيدات، هل يعتبر ايضا عنف رقمي؟ عنف رقمي هو عنف رقمي. من بعد الافعال ديال العنف الرقمي هو السب والشتم. واحد ما كتعرفيه، ما كيعرفك، كتصيفط لك ميساج ما كتجاوبيهش، حتى كيبدا يسبك ويشتمك، دونك هذا كيتعتبر عنف رقمي. كاين اللي انت اللي حاط صورتك متصورتك فرحانه بها ليها في الفيسبوك، كيشدك هي خوتك ديال الفوتوشوب، حتى كتلقاي راسك في باج اخرى، في جروبات، في جروبات. هادشي كثر وكبر. هادشي كبر بزاف، كبر بزاف. وللاسف ان الناس ما عرفتش علاش كاين الرغبه في ايذاء الاخرين، ولات كثيره ومواقع التواصل الاجتماعي الناس ما بقاتش عارفه كيفاش تتعامل بطريقه سليمه. هو البيغ سرعه الانتشار. عاد تلوحي في فيسبوك ميبا ثانيه، كتلقاي راسك في انستغرام، كتلقاي راسك في مواقع اخرى. اللي انت ما جالسه في داتك يجيك اتصال هاتفي كيقول لك راه الصوره ديالك. ايوا خليني نذكر الاشخاص باللي كثير من الحلقات وفقره استشارات قانونيه كنا تكلمنا وقلنا باللي ملي كيوصلك شي فيديو ولا شي تسجيل صوتي او شي تصويره مفبركه كتبارطاجيها وتبارطاجيها وتصيفطها لفلان وتصيفطها لشخص اخر، انت تعتبر من المشاركين في هذه الجريمه في حاله الى هذه السيده قررت انها تقدم بالشكايه. وبلي انت كاينه عقوبات كتسناك، ما تقولش انا غوصلتني التصويره. الى وصلتك التصويره والى تقبلتيها ومشيتي كملتي كتبارطاجي فيها ولا كتكومونتي عليها، كاينه مساءله قانونيه كتسناك. منذ انطلاق التطبيق
شحال ديال الشكايات توصلتوا بها؟ دونك خلال سنة 2022 من يناير لحدود الساعة توصلنا ب 210 ديال الشكايات عبر التطبيق. وهذا كيعني أن الرقم مازال قليل. مازال، لأن الرقم غادي كيرتفع، لأن في السنوات الماضية ما كناش كنوصلوا ل 210، دابا حنا شحال 7 شهور 8 شهور باقي ما كملناش العام. أها. يعني ديكو كنا كان سنويا 200 210 ديال التبليغات. هذا العام تزاد، دونك قبل كانت نسبة أقل، هذا العام تزاد، يعني هذا العام هذا غادي كيتزاد، سيرتو دابا جمعية تحدي مساواة المواطنة كتقوم بتأطير لقاءات تحسيسية داخل المؤسسة التعليمية ابتدائي إعدادي ثانوي ومراكز التكوين أو FPPT داخل هذه المؤسسات. كنقولوا للناس هذا راه السيدات الفتيات كتعرضوا واحد العنف اللي مهول، واحد العنف اللي ممكن أن بكتش أنها ما كتبدا تحكي كتنهار كبدا تبكي. واخا خليني نتكلم معك على درنا تطبيق سميتو ستوب فيولونس نيميريك، وصلتكم الشكاية شخص سيدة معنية بالأمر أو لا بغت تتكلم على سيدة تعرفها، كيفاش كتعاملوا مع الشكاية؟ شنو المسار ما بعد التبليغ؟ دونك ملي كنستقبلوا الشكاية عبر البريد الإلكتروني ديالنا، عندنا مساعدة اجتماعيات متخصصات في العنف الرقمي اللي كيتصلوا بالسيدة، كيتصلوا حتى من خلال أنك باش تأمر في التطبيق كاين رقم الهاتف. أكيد. دونك كتاخذ رقم الهاتف كتصل بالسيدة، أول حاجة كنشوفوا السيدة واش كاينة في مدينة الدار البيضاء، إذا كانت مدينة الدار البيضاء كنشوفوا البوسيبيليتي ديالها واش أنها ممكن أنها تجي المركز ديالنا، إذا كانت خارج مدينة الدار البيضاء كتبقى معها كنقوم خدمات عن بعد. يعني إذا كانت في كازا كتجي عندنا كنستقبلوها كنديروا لها الاستماع أوتوماتيكوم وكتمشي عند المحامي. المحامي ديال الجمعية. المحامي ديال الجمعية، وكذلك كنقترحوا على خدمة البسيكولوج ديال الدعم النفسي. المتابعة النفسية. هي ديك الساعة كتختار المتابعة النفسية، لأن تم المتابعة النفسية عندنا فيها إشكال باش أنا كتقنعي السيدة أن هذه المتابعة النفسية هذا موضوع آخر. كتجي تقول لك واش أنا مسطيه، واش أنا مسطيه، واش عيطاني الدواء، أنا ما باغاش الدواء، كتضطر أنا كتشرح أنا كاين فرق ما بين طبيب نفسي وما بين أخصائي نفسي، وحنا عندنا أخصائي الأمراض العقلية، دونك حنا عندنا أخصائي نفسي باش ترتاحي، باش ديك الحالة الهستيرية اللي جيتي فيها ما تبقاش عايشة في الخوف، لأن هذا العنف هذا كيعيش النساء في واحد الخوف عميق. من بعد هل ممكن يوصل للتهديد هذا العنف الرقمي؟ كيوصل للتهديد، كيوصل للابتزاز، كيوصل للابتزاز المادي او الجنسي. والشونطاج. عندي تصويرتك غتعطيني قدر وقدر. النساء اللي كيخافوا كيصيفطوا. الشكايات اللي كتوصلوا بها الفئه العمريه شحال اللي موجوده بزاف في الشكايات؟ الفئه العمريه 18 سنه 30 سنه. ببساطة لأنه عندنا شابات وعندنا مراهقات وعندنا سيدات في مقتبل العمر ربما ما عرفوش كيفاش يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي ووقعوا في فخ، واليوم كاين أشخاص كتقوم بالابتزاز ديالهم على مواقع التواصل الاجتماعي. من بعد فاش كيبدا المحامي هو كيتكلف بالقضية؟ كيتكلف من القضية من أ جوسكا زد. دونك أول حاجة خاصك تعرفي أن اللي الصعوبة فين كنلقاوها هي في التبليغ. هاي كتجي عندك السيدة كتقول لك انا بغيتها اخوي، انا بغيتها مع من نهضر، ولكن ما بغيتش نبلغ. علاش؟ كيفاش نتوما كجمعيه اليوم كتشتغل في هذا المجال كتشوفوا اننا نقدروا نخرجوا من هذا الوضع؟ لان اكبر القصص ديال العنف كتشوف سيدات ما باغاش تشكي. كيفاش غنقدروا نعالجوا هذا المشكل؟ كيفاش غنقدروا نعطيو الامل لهاد السيدات وهاد الشابات ونقول لها بلي راه غتشكي وما غيطرى لك والو؟ واش حنا قادرين فعلا نامنوهم ملي غادي تمشي تشكي؟ دونك حنا كنشجعوا على التبليغ، لان علاش كنشجعوا على التبليغ؟ لان النيابه العامه ملي كتقولي لها ان راه كاين واحد الشكل جديد اللي هو شكل عنف رقمي، كتقولك انا كنيابه عامه بالنسبه لي ما كاينش. علاش؟ لان لو طو ديال التبليغ عندها ضعيف، ماشي بحال كل ما زادوا الشكايات عند النيابه العامه، ولكن كتاخذوا من النيابه العامه بعين الاعتبار لان جزء من القانون. واخا جزء من القانون، اذا لاحظنا ان قانون 13 اللي مناهضه العنف ضد النساء فاش خرج دار التعريفات ديال العنف الجسدي والنفسي واقتصادي، ولكن ما دارش العنف الرقمي والجنسي، ولكن العنف الرقمي ما دخلش في هذوك التعريفات، داخل فقط في الفصول بطريقه انديريكت. سيدة اليوم ما تقدم شكاية غيتعاقب الشخص. وحنا تطرقنا في حلقات أخرى وتكلمنا على موضوع مهم جدا اللي هي خلايا الاستماع والتكفل بالنساء اللي تعرضت للعنف واللي كاينين متواجدين واللي كيسار عليهم الأمن الوطني بالخبرات ديالو. استراتيجيتنا وكجمعية فين محتاجين نطوروا باش نقدروا العنف الرقمي يتبلغ عليه أكثر، يتعامل معاه بصرامة أكثر؟ حنا محتاجين هو ان هاد السيده ملي كتمشي تبلغ
فاش كنمشي مثلا عند الاداره العامه للامن الوطني وتبلغ ما مطلوبش منها يجيب ادله. نتوما خاص نتوما كاداره نتوما تقوموا وتخرجوا ديروا المعاينه ديروا خبره على الهاتف، ما تستناوش من السيده انها هي دير كل شيء. راه عندنا الاميه الالكترونيه، السيده كيجيو الميساجات ما كتعرفش كيفاش تسكريني. اون فوا يجيها ميساج يقدر تمسح هذاك سوبريمي بوغ تمشي لها كل شيء، ما عندهاش لي بروف. كتقول لها شي وقع لي وكأن راه ما عنديش، انا مشيت عند البوليس مشيت هنا كيقول لي جيبي لي الادله. بالنسبه للنساء اللي ما كيكملوش كي اللي كتبلغ وما كتكملش المسطره التبليغ، علاش؟ طول المسطره. انا غنمشي غنبقى نتسخسخ غنمشي من الصباح ما كاينش فلان تسناي بلاتي هذا، لا حنا النساء ديالنا محتاجين انها تكون السرعه الفوريه سورتو فواحد المواضيع اللي هي مواضيع حساسه. أنا سيدة توصل أنها تبلغ هي شجاعة كبيرة منها، لأن كاين تقل المجتمع كيف ما كان الأنف اللي كتعرض ليه، كاين تقل المجتمع كاين بلاتي عندك حشومة كيفاش في الرقمين تلي حطيتي تصورتك مالك عليها كون ما حطيتيهاش ما كانوش غايدوا معك، شجاعة منها. نتمنى أنه نكونوا ماشيين في نفس الطريق وتكون المجهودات اللازمة باش نقدروا أن هاد السيدات ياخذوا الحق ديالهم باش ما يبقاش كل واحد يسمح لنفسه أنه يمارس العنف الرقمي أو لأي نوع آخر من العنف على النساء المغربيات. بلغوا كيف ما كانت المسطرة صعيبة، أكيد بصوتكم غادي يوصلوا، أكيد غادي يتم أخذها بعين الاعتبار. ليست تكثر الأصوات تطلق الحلول بطريقة أسرع، وكين تواصل مع جمعيات تقوا في الأشخاص اللي هما موضوعين راه الإشارة ديالكم سواء عند بوليس أو في الجمعيات المتابعين النفسيين باش يقدروا يقدموا لكم الدعم والمساندة المطلوبة. شكرا لك على حضورك معنا. فقرتنا الأخيرة ديكور غادي نختموها أو غادي نطرقوا فيها الموضوع التغليف الحائطي بالخشب، واللي ولا كيف ما كنقولوا توندونس مؤخرا. نتعرفوا على تفاصيله رفقة أحمد حبيب المختص في الديكور، خليكم معنا. أحمد حبيبو، تغليف الحائط بالخشب فين يجي في الدار؟ بالنسبة للأماكن اللي قدرت تواجد فيها تغلي ليزابياج عندنا في لونتخي، تخدمنا في تخلي الدار في سيجو سالون في الموبيل تي في وفغرف النوم كنخدمو بها حاليا مع لي طابيسي في لي كوطي في جناب كنخدمو بها حتى هو كيجي مزيان. واش ما تيشدش الغبرة؟ لا ما يديرش حساسية ما فيش مشكل، هو أنتي باكتيريا ضد الحشرات وضد الرطوبة وكيستعمل جميع الأماكن. واخا فيه أنواع أحمد؟ طبيعة الحال فيه بزاف الأنواع وفيه حتى الألوان. واخا الأنواع شنو اللي متوفر واللي تنصح به أنت كخبير الناس؟ اللي نصح به الناس هو بحال تقريبا النوع هذا اللي هو فيه بزاف الشوا في الألوان، هو مستورد ولاكاليتي ديالو مزيانة. عنده اسم معين؟ كاين بارداج. بارداج كيجي بلامبورطاسيون بحال ما هكا كيجي بخي، حنا عندنا غير تقطع على حسب البارات على حسب المساحه ولا البارات اللي عندكم نقدروا نستغلوه بها. ومتوفر فيه الوان كثيره طبيعه الحال كاين بزاف كيف ما كنشوفوا هنايا الكري. ورينا الى ممكن الكاميرا مقابله معاك. اييه كاين هذا الشين، كاين عندنا هذا النويل اللي هو كيخرج دابا حاليا بزاف او كيجي مع البيبان، كيجي مع البيبان تقريبا. كاين هذا ديال التيك اها، وكاين عاوتاني هذا نويل خفيف. واخا في هذا الالوان كلها شنو هما اللي يجوا مع الفرش كيف ما كان؟ في الالوان كامله تقريبا دابا كما ديجا قلت هو النوي، النوي هذا احسن اختيار تعطي الناس. يعرفوا النوي باش كيمشي مع لي بورت مع لي بلاكار مع الفراش وحتى الصباغه، الا كان صباغه كلير كيمشي معها حتى هي مزيان باش كيخرج من الحيط. وفي لي فيبوا ديال النوي اللي هو دابا طوندوس اللي خارج صيحات. الاثمنه على حسب الميتراج ياك بالمترو؟ الاثمنه على حسب الميتراج تقريبا. هذا الجوده ديالو شحال تتوفر في السوق المغربيه دابا في لاكاليتي ديالو؟ لا في الثمن ديالو بهذا الجوده اللي كتكلم. هذه الجوده تقريبا بالنسبه للثمن كيبدا تقريبا 1000 درهم 1300 درهم بوزي. اها بالوضع ديالو بالاكستر اللي غادي يجي يحطو. واخا فيه نوع اخر واللي كيعطينا بحال اللي كنقولوا ليفي ديال الرخام ياك؟ كاين عندنا تقريبا لاش بي ال هذا كيمشي معاه. اها كيسمي لاش معاه كيجي مع بعض الطريقه بحال ما هكا كيمشي مع اسورتي باش كنهرسو كيف ما كنقولوا. ونقدروا نديروا لاش بي ال بوحدو لا بغينا افير خام ولا ما يجيش؟ نقدروا ولكن ما كيجيش، ضروري خصو يدخل معاه البارداج باش كيعطي واحد ليفي ديال التناسق بين العود وبين الرخام. اها وكيدوم مده طويله؟ طبيعه الحال عنده لي غارونتي ديالو وعنده لي تيست ديجا مدير ليه واحد لي تيست ديالو مده ديال قدره التحمل لواحد المده كتكون طويله على حسب عاوتاني الاستعمال ديال الناس.
وباش كنحافظوا عليه. كنحافظوا عليه، راه اي حاجه استعملناها وحافظنا عليها راه كتبقى واحد المده طويله. اها معاش نقدروا نمزجوا هذا التغريف الحائطي باش نعطيو جماليه في الديكور ديالنا. بالنسبه لهذا البارداج نقدروا نخدموا كما ديجا قلت مع لاش بي ال، بحال دابا تقريبا خدمنا بهذا الكري هذا كيمشي مع هذا تقريبا. واخا وعندنا عاوتاني نقطه اخرى لي ميغواغ نقدروا نديروا مع المرايات. كنديروا مع المرايات. اها كيكونوا المرايات الوسط وكنديروا هو في لي كوطي في الجناب. واخا هو كيعطي واحد الجماليه اكثر للمكان. الا درتو في الكولوار ديال الدخله شنو غيضيف ليا؟ واش غير المنظر او لا كيعاون حتى المساحه تبان افضل؟ لا بالنسبه للمساحه ما غتبدلش. بالعكس هو غيضيق المساحه. أيه؟ غير هو غتبان لك واحد الجماليه. دونك من الاحسن يكون عندنا الكولوار شويه واسع باش نديرو. واسع باش ما يبلوكيش لنا الكولوار. اها في الصالون سيجور كنعرفو كتكون الجلسه بزاف ديال الناس دابا كيلجؤوا لهذيك الصالون العصري اللي فيه صاله مونجي والبلاصه ديال الكروس، فين تنصح نديرو وشحال من حيط ما نفوتوش؟ بالنسبه لي سيجور فين ننصح نديرو هو نصحو نديروه في جهه لي موبل تي في. اها البلاصه ديال التلفازه. أيه؟ التلفازه كيجي واحد كيعطي واحد المنظر اللي رائع، كتكون التلفازه في الوسط ولا في الجنب، هو كيكون في الجناب وكيتخدم مع لاش بي ال. اها كيكون واحد المنظر رائع وكيعطي واحد الجماليه للجلسه. من الاحسن ما نديروش في بلايص اخرى، ما نكثروش حيوطه بزاف. لا من الاحسن الاحسن كما قلنا الكولوار. واش يكون طالع من تحت الحيط حتى الفوق؟ اه كيكون طالع وعلى حسب العلو. أه. العبارات اللي عندنا حنا فيها راه كتمشي 2 متر و80 في العلو. نقدروا نحطوه في اي علو يخدم لينا ما عندناش مشكل، وقد ما كانت المساحه ديالو عاليه قد ما كيبان هو اكثر. متوفر ايضا تغريف الحائطي ديال برا ديال الخارج اللي تسبر الماء ديال الخارج اللي ضد الماء. أه. هو كيكون فيه البي في سي داخل فيه بلاستيك. اييه هذاك في العوض دابا باش كنديروا تاع الحجار ولا كنديروا العود اللي هو ديريكت، هذا العود كيتاثر بالماء. هذا ما كيتاثرش بالماء وتاب الشمس ما غيتاثرش. حتى الشمس ما كيتاثرش وكتعطي واحد الجماليه بحال راك انت داير العود. فين نديروا؟ في دخلات الامارات، في دخلات الدور، الامارات، كيكون في الواجهه. اييه ديال المحلات. ديال المحلات كيكون في الواجهه ديال لي فيلا. اها حتى هو كيخدم بزاف، وفي لي فاصاد ديال لي ماغازان كاملين كيتخدم فيهم تاهم. وكنذكروا باللي الاثمنه كتختلف على حسب النوعيه والجوده. على حسب النوعيه وعلى حسب الجوده راه العبار بالثمن ديالها. شكرا لك احمد حبيبه، شكرا لك شيماء ايضا على نصائحك لنا وعلى المعلومات اللي قدمتيها لنا. مشاهدينا الكرام نتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقه اليوم. قليلا نقول لكم شيء طيبه، تبقوا على خير على الاولى.